الشيشة اليابانية ترند جديد في اليابان، بس هي مصرية، الأصل مصري والحجر مصري والطنباق والمعسل مصري. الشيشة المصرية يا جماعة بتغزو اليابان والحجر ب3000 ين ياباني، أي ما يوازي 20 دولار، أي ما يوازي حوالي 1000 جنيه. بنقول شيشة تدخين مضر جدا بالصحة يا جماعة، ولكن الحجر ب3000 ين ياباني، حجر ب20 دولار، الحجر بأرقام خزعبلية، الحجر ب1000 جنيه. فالشيشة مصرية بس بطعم اليابان ومعسل مصري. تابع الصور اللي بتشوفها هتلاقي حوارات كتيرة جداً.